السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا في فيديو جديد. طبعا في هذا الفيديو سوف نرى جميع القنوات الناقلة لمباراة القمة في الدوري الإسباني الذي تجمع بين نادي برشلونة ونادي إشبيلية، طبعا في قمة الدوري الإسباني اليوم. مباراة سوف تحدد المركز الثاني والوصفة في ترتيب الدوري الإسباني. كما قلت سوف نرى جميع القنوات الناقلة، لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لتلقاك الجديد، لنبدأ على بركة الله والتعرف على القنوات الناقلة. طبعا المباراة سوف تكون هناك قنوات كثيرة ناقلة للمباراة، لكن سوف أذكر أبرزها. لدينا قناة بين سبورت، قناة بين سبورت 1 اتش دي من تعليق المعلق عصام الشوالي، قناة تي في سبورت 2 سبورت اتش دي 1، قناة بين سبورت اتش دي 1 انجليز، سيمي مير فوتبول، لا ليغا تي في بار، ارينا سبورت اتش دي 6 كرواتيا، بين سبورت كونيكت، لا ليغا تي في اتش دي سبورت، لا ليغا اتش دي. كما قلت هناك قنوات اجنبيه كثيره، لكن فيما يخص الدول العربيه التي سوف تشاهد المباراه فتوجد قناه واحده وهي قناه بين سبورت اتش دي 1 من تعليق المعلق عصام الشوالي. المباراه سوف تنطلق في تمام الساعه 7 بتوقيت المغرب والـ8 بتوقيت الجزائر. طبعا هذا هو كل شيء لدينا بخصوص القنوات الناقله لمباراه برشلونه واشبيليه في الدوري الاسباني. لا تنسى الاشتراك ولايك الفيديو لتلقاك الجديد، والى اللقاء.